نبدأ بنصيحة صباحية. النصيحة النهاردة الصباحية اللي احنا يعني جايبينها لحضراتكم هي لها علاقة بأنه الرياضة أو ممارسة الأنشطة البدنية لها علاقة بشكل كبير جدا 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 بتقليل التوتر والاكتئاب، وده طبقا ل يعني مركز دراسي او دراسات حديثه في استراليا قالت انه دايما الرياضه اللي انت بتمارسها تحديدا في ساعات الصباح الاولى ده بتفرق معاك جدا جدا على مدار اليوم، بتزود النشاط البدني، بتزود فكره انك انت يبقى عندك الطاقه الايجابيه، بتخرج الطاقه السلبيه. ليه بقى؟ لانه الرياضه بتشتغل على هرمونز السعاده. هرمونز السعادة دي هي اللي بتبقى مسؤولة على فكرة انها تقاوم الاسترس، فلما انت بتلعب رياضة بتنشط الدورة الدموية، فبالتالي ده بيأثر على مركز المخ، فبالتالي بيفرز هرمون السعادة فبيقلل التوتر والاكتئاب. عشان كده تلاقي انه الناس اللي بتمارس رياضة بشكل عام اول ما مثلا بيجي لها ظروف تبطل مثلا اسبوع 10 ايام بتحس انها بدات انها تكتئب، بدات انه في حاجه مضايقاها، حاجه هي اليوم مش مظبوط بالنسبه لها. ليه؟ لان هي كانت معوده الجسم ان هو يفرز الهرمون بتاع السعاده عن طريق الرياضه، فلما بتبطل الرياضه بيزود الاكتئاب. عشان كده احنا دايما بننصح انك او انك تلعبي رياضه، تحديدا احنا مش بنقول لازم الرياضه اللي هي العنيفه او انك تشيل حديد مع انه مهم جدا، ولكن احنا بنقول حتى الممارسه البدنيه الطبيعيه انك انت تتمشى، لو في مشوار قصير تروحه على رجلك، ما يبقاش في فكره انك انت كل حاجه بالعربيه بالعربيه. في ناس اعرفها بتروح مشاوير صغيره جدا جدا بالعربيه، طب ليه ما تنزلش تتمشى في الهواء؟ لانه كمان التمشيه في الهواء بيزود كمان فكره انك انت تخرج الطاقه السلبيه. عشان كده عود نفسك او عودي نفسك انك تلعب رياضه، تحديدا للسيدات، انه السيدات بتشتكي من الضغوط اليوميه من البيت والاسره ويوي. عايز اقول لك انك ما بتنزلي تلعبي مثلا ساعه زومبا او ساعه رياضه او ساعه اي نشاط بدني، ده بيخليكي عندك طاقه ايجابيه. ممارسه الرياضه مهمه جدا 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 جدا، لازم تمارسوها على مدار اليوم.